السلام عليكم خوتي الاعزاء، كنتمنىكم تكونوا مزيانين بخير وعلى خير. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في قناه ايموبيلي طونجي. كاين ابارتمان مسنانا، ابارتمان مصلوحه كتشعل شي حاجه في المستوى والنقاوه. تبعوا معايا الفيديو حتى لاخر باش نعطيكم معلومات وكلشي بالتفاصيل، المساحه والاثمنه وكلشي. المساحة 82 متر كما لاحظتوا معايا، بارت ما كتشعل شي حاجة في المستوى والنقاوة. يعني السيد خسار عليها تبارك الله، عاود لها كلشي ديالها، الزل اللي جا الصباغه عاود لها كلشي. هنايا الصاله جات متسعه،
السقف هذا مغلف بالخشب، كتكون بجوج البيوت، الصالة، الحمام، كوزينة، بارت ما كتوجد في الطبق السابع، فيها أسانسور. كوزينة جات متسعة ومضوية، هادشي اللي فيها كيبقى فيها. كما قلت لكم بارتما كتشعل كتشعل، هادشي هذا كلشي كيبقى فيه، يعني غادي تدخل وغادي تسكن، ما غادي تخسر حتى حاجة. بارتما في مسنانة، الموقع مزيون قريبا جميع المرافق العمومية، كلشي عندك قريب هنا، السوق، المدارس، كلشي. المدينة دابا هنايا مسنانة، كوزينة كطل على وسط العمارة. أنا قلت لكم مساحة 82 متر، بارتما متسعة، الزليج معاود، كلشي معاود. حاولوا تشاركوا الخط اللي باقي ما مشاركينش باش نساعدكم توصلوا للعقار اللي يناسبكم يعجبكم ان شاء الله في القناه ديالي. هادشي هذا كيبقى فيه، هنايا عندنا الحمام، كتشعل كتشعل، الصعدات اللي يسكن فيه، هنايا مقطع الدوشة، ما قلتلكم يعني السيد خسار عليها تبارك الله. أكثر من 20 مليون اللي خسر عليه، هو كيبيعها هايدا، يعني بيع هادشي هذا كلشي كيبقى فيه. أتبعوا معايا الفيديو حتى الآخر الله يجزيكم بخير، باش غادي نطلعو عاوتاني من السطح، البيبان ديالها كلشي كلشي معاود. بارتما كتشعل، هنايا عندنا جوج دبيوت، هذا بيت الاولي، هادشي كلشي كيبقى فيها الفروشه ديالها، هذا بيت ديال العواول، بيت الاطفال، هذا البيت الاول. دابا غادي ندخل للبيت الثاني، ها البيت الثاني، تبعوا معايا باش غادي نعطيكم الاثمنه والله يجازيكم بخير. الخوت اللي فلوسهم واجده هما اللي اتصلوا بيا، كتجبر دابا الانسان باقي ما باعش، يعني الفلوس ديالو باقي ما واجدينش، وكي كيجوي عذب واحد اخر، فهمتي، باش نكونوا واضحين الله يجازيكم بالخير. اللي فلوس ديالو واجدين
مرحبا، نجي نلاقاه بالسيد يتكتب يدي الوريقات ديالو من غدا يصبح ساكن. يعني حتى السيد عامل له الثمن مزيون، الثمن دبيع كما لاحظتوا معايا. انا بارطمان يعني خسار عليها تبارك الله. وكتشعل كتشعل. انا قلت لكم المساحه ديالها 82 متر. بارطمان جات في الطابق السابع، العماره جات ترانكيل ونقيه، العماره محروسه بالكاميرات ديالها بالسانديك ديالها. السانديك 120 درهم في الشهر. هذا مغلف بالخشب، النوع اللي ممتاز. والسقف عاوتاني ديالو مغلف بالزفت باش ما كيدخلش الماء. هنا كطلع على وسط العماره من هذا الاتجاه. هذا هادي الثمن ديال اخوتي العزاز 70 مليون. من ناحيه الخوت اللي كيستقسوني شحال ديال المفاهمه، يعني السيد حايد ديك 10000 درهم. هيدا حاولوا تبارطاجيو هاد الفيديو للعائلات والاصدقاء ديالكم باش كتساعدهم يوصلوا لنوع العقار اللي يناسبهم ويعجبهم ان شاء الله في القناه ديالي. وباقي الخير للقدام. كما لاحظتوا هنايا الصاله، في الصاله ديالها مزيونه. اللي بغى يجي يشوفها مباشره كما قلت لكم في لوس واجدين يجي مرحبا، نلاقاه بالسيد يتكاتب يدي الوثائق ديالو. هنايا عندنا البيت، هذا البيت، هذا البيت والصاله كيطلعوا على الطراسة. كما قلت لكم هي البارطماج نقيه واعره كتحمق، واعره واعره بصح. نسيت الله فيها، عطاها الاصلاح والثمن ديالها مزيون 70 مليون. مساحه من 9 تبارك الله 82 متر. العماره جات، العماره نقيه. صورتكم كلشي بالتفاصيل بحال اللي جيتو بعين ما كنتشوفو بارطمون. كما قلت لكم كتكون جوج دبيوت، الحمام، كوزينه، وسط الدار. هادشي هذا كلشي كيبقى فيها، فروشه ديالها، هادشي الكليمه ديالها حتى هي. الكليمه ماركه اللي ممتازه، جولد فيزيون. الكوزينه جات عاوتاني، شوف تبارك الله جات متسعه ومضاويه. هادشي كلشي كيبقى فيها، غادي تدخل وغادي تسكن. اللي عنده شي بارطمان مزيونه فحال هيدا اخوتي العزاز يتصل بيا، نتوسطو في اقرب وقت. ولكن شي حاجه تكون الثمن ديالها مزيون فحال هيدا. هادشي كلشي كيبقى فيها. السيد تبارك الله عنده الذوق، الذوق مزيون. شفنا في الصالة ديالها مزيونة. من هنايا الصالة كطلع على تراسه مغلقه. هنا عندك وسط الدار، ياك هنا عندك المطبخ، كوزينه. ها هو
هنا عندنا الحمام، ها هي الحمام. هنايا عندنا جوج دبيوت، ها البيت الاولي هو اللي كيصافينا الدراسة، وهذا البيت الثاني، البيت ديال الاطفال. قلت لكم الثمن ديال اخوتي العزاز 70 مليون. من ناحيه ديال المفاهمه داك 10000 درهم يحيد السيد. انا صورتكم كل شيء بالتفاصيل، غادي نخلي لكم الرقم ديال الهاتف ديالي فيه الواتساب اللي كيجبر الخط مشغول، دخل غير الواتساب خلي لي الرساله الصوتيه اللي بغيتي تقول لي وغادي نجاوبك. كما قلت لكم يعني الفلوس واجدين مرحبا، يجي اللقب السيد يتكاتب يدي الوريقات ديالو. فاطمة كتشعل. عاودنا كلشي، الصباغة، الزليج، عاودنا كلشي كلشي. هاد الزليج هذا معاود، معاود كامل هذا. بدل البيبان، عاود له كلشي. دابا غادي نطلعو من السطح، غنطلعو من السطح باش نوريكم الموقع بالضبط فين جا، فين جات البارطمون. تبعوا معايا غادي نطلعوا من السطح. كما لاحظتوا معايا بارتمان مزيونه ونقيه وكتشعل. ها الموقع ديال النفق ديال المسنانه هو هذا، هاد جامع دبيلال، هاد جامع الثانيه، ها هي جات قدام مدرسه بريفي، قصر الملائكه، شارع مولاي رشيد ها هو معنا. جات موقع مزيون، ها الطريق د مرجان فين هي، هنايا مسنانه عندنا السوق، عندنا كلشي كاين تما. مسنانة تبارك الله مبينة هنا. خوتي العزاز انا قلت لكم الاثمنة ديالها 70 مليون، من ناحية المفاهمة ديك 10000 درهم حايدة السيد، وتبارك الله راه خسر عليها، خسر عليها وعطاها الاصلاح وتهلا فيها، ما تشطرش عليها. اللي بغى يفوز بهاد البارطمان هادي حيت الحاجة ما كتبقاش، الحاجة راه كيطيروها. يعني اللي عجبته البارطمان يتصل بيا، واللي كيجبر الخط مشغول دخل غير الواتساب قول لي جملة مفيدة اللي بغيتي تقول لي، نعملو موعد وتجي مرحبا.
علاش دابا باش نقولكم انا هيدا كاين انسان كيكون فلوس ديالو باقي ما واجدين شي وكيعيط لي يمشي معاه من يشوف الارض في المناره ولا يشوف الارض في سيدي قنقوش هو باقي ما عنده شي فلوس واجده فهمتي بحال داك النوع ديال الناس بحال هذيك الله يجازيكم بخير ما يتصلوش بيا مهما هو الانسان طلق الحاجه نبيع اذا كخصو الفلوس كخصو يبيع خصو الفلوس ماشي شي واحد مثلا كتجبرو غير كيتسارى ولا غير كيلعب الله يرحمكم الوالدين انا قلت لكم ها الموقع ديالها جا موقع مزيون او العماره محروسه بالكاميرا ديالها بكل شيء ديالها الصندوق 120 درهم في الشهر هنصوركم اتجاه اخر ابارتمان جس كطلع على وسط العماره من هنا هذه التراسه اللي مغلفه كما لاحظتم يعني هذيك التراسه هي اللي مغلفه حنا دابا واقفين هذه ابارتمان هي هذه للمساحه ديالها 82 متر خوتي العزاز ما نطولش عليكم فيديو كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم معنا في القناه ايموبيلي طنجي وباقي الخير من قدام والسلام عليكم.